جاءت هذه الوقفة نتيجة الترافع على المشاكل التي تعاني منها جهة الشمال، ولا سيما بإدماج خريجي المدارس الخاصة في المستشفيات والوظيفة العمومية، زد إلى ذلك شح المناصب المالية لمختلف التخصصات في جهة طنجة طوال الحسيمة، بحيث نجد كمثال 17 خريج ممرض في الصحة النفسية والعقلية نصيبهم في الجهة هو 5 مناصب، زد إلى ذلك من داخل التنسيقية الوطنية لطلبة خريجي ممرض المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة نناضل على ملف مطلب عادل ومشروع يتوفر على مطالب. أول مطلب هو الرفض التام لجميع أشكال التعاقد، ثانيا رفض إدماج الخواص في أسلاك الوظيفة العمومية، ثالثا هو الإخراج الماستر المخصص إلى جانب الماستر البيداغوجي، ثالثا فتح مناصب لكافة الخريجين المعطلين ولا سيما في شعبة القبالة والترويض. زد إلى ذلك نطالب بإخراج الهيئة الوطنية للممرضين وتقنية الصحة إضافة إلى مصنف الكفاءات. هذين المطلبين الذين نعتبرهم من داخل التنسيقية الجهوية أو التنسيقية الوطنية مطلبين مستعجلين، مناشدة لكافة الساهرين على تسيير قطاع الصحة بإخراج الهيئة الوطنية ومصنف الكفاءات من أجل منع الدخلاء في هذا القطاع للترافع عن المشاكل التي يعاني منها القطاع. بالنسبة لهذه الوقفة الجهوية اللي كانت اليوم، كانوا جوج وقفات جهوية، كانت وقفة حدا المديرية الجهوية للصحة طنجة تطوان الحسيمة، وكانت وقفة أمام المستشفى محمد الخامس، وهاد الوقفتين كان مصحوبة بمقاطعة بالنسبة للطلبة ديال التدريب الاستشفائية والدروس النظرية. بالنسبة لسبب هاد الوقفات هادو كانوا نتيجة عدم استجابة المديرية الجهوية والمندوبية الجهوية للصحة بتطوان والمديرية الجهوية للصحة بطنجة لعدة مراسلات اللي قمنا بها كتنسيقية طلبة ديال طنجة وتطوان الحسيمة، حيث أننا قمنا بمراسلات نستنكر فيها العدد الهائل ديال خريجين المدارس الخاصة، حيث أننا فاش كنمشيو نقومو بالاستاج ديالنا ولا فاش كنبغيو نخدمو كنلقاو واحد العدد هائل ديال هاد الطلبة، حيث كيف ما كنعرفو كاملين أنك باش تكون ممرض مجاز من الدولة خصك يكون عندك بكالوريا بمونسيون يعني بميزة، وكندخلو للمعهد باش كندخلو كندوزو واحد الامتحان اللي هو شفوي وامتحان اللي هو كتابي، فاش كنجحو في هاد الخطوات كاملين عاد كتخاونا الدراسة في المعهد، والدراسة في المعهد كتوصل ل3 سنين اللي فيها دروس نظرية والتدريب الاستشفائية باش أننا كنخرجوا بإجازة وكنكونوا ممرضين مجازين من الدولة. فاش كنبغيو نخدموا بالإجازة اللي عندنا كنتصادفوا مع واحد الواقع اللي ماشي هو كيف ما عرفنا في الأول، حيث أننا كنلقاو أن المناصب اللي كتخرجوا منها المديرية الصحة ولا اللي كتخرجوا منها وزارة الصحة قليلة مقارنة بعدد الخريجين اللي كاينين. فحال دابا بحال الكونكور اللي قبل من هذا طلبوا فقط 90 منصب، مع العلم أنه كاين 150 خريج في شعبة ممرض متعدد التخصصات، يعني 60 واحد أو 50 واحد اللي بقى عاطل عن العمل. علاش؟ حيتاش المناصب اللي هي نورمال مخصصه تكون من حقنا كنلقاوها داوها لخريجي المدارس الخاصه اللي كاملين كنعرفوا انه اي واحد ماشي ضروري تكون عنده شهاده البكالوريا، يقدر يكون عنده غير نيفو ديال 4 ايام، يقدر يمشي يقرا في هاد ليكول بريفي وكيقراو فقط واحد شهر شهرين كيوصلوا حتى العام، ولكن النظام ديال الدراسه ديالهم مختلف مره على نظام الدراسه ديالنا، حيت حنا مثلا عندنا غير في الغياب اذا غيبنا غير 3 المرات كيدوزوك نيشان للرطراباج، مع العلم انه في المدارس الخاصه ما عندهمش الحضور اصلا الزامي، يعني يقدروا يجيو يقدروا ما يجيوش، يعني زيد على ذلك صحه المواطن، كيفاش حنا نقدروا نامنوا والدينا ونامنوا عائلتنا انهم يجيو لسبيطارات الدوله، وحنا عارفين ان سبيطارات الدوله عامره بهذا النوع هذا ديال الممرضين ولا اشباه الممرضين كيف ما نقدروا نقولوا، حيت ممرض ماشي هو اللي كيقرا في ايكول بريفي، ممرض هو اللي كيقرا في الدوله، كيفاش حنا نقدروا نامنوا عائلتنا ونامنوا صحابنا ونجيبوا من هاد السبيطارات هذه وحنا عارفين انه ما كايناش الكفاءه وما كايناش التجربه في هاد هادو اللي غنأمنوا عليهم والدينا، هادو كاملين اسباب كيخليونا اننا نستنكروا هاد السياسه هادي. المهم بالنسبه للخطوات ديال اليوم كانوا خطوات تصعيديه ردا على هاد السياسه اللي حط سياسه الاذان الصماء، حيت ديجا حطينا مراسله كيف ما قلت لكم، حاولنا نهضروا مع المديريه الجهويه زعما اميكالمون، يعني بلا ما نكبروا المواضيع ونديروا وقفات، ولكن ما حاولوش انهم يجلسوا معنا الحوار، ما كان حتى شي تجاوب من الطرف ديالهم. على داكشي عملنا هاد الوقفتين جهويتين،
وحتى الا ما كانش شي رد غنوليو نعملوا وقفات وغنعملوا انزال بالرباط ان شاء الله. وغدا اصلا عندنا انزال في الرباط بالنسبه للنقابه المستقله للممرضين، كاين انزال في الرباط. وحتى هذه السياسه هذه اذا ما تمش حلها غنقوموا بانزالات وغنقوموا بوقفات اخرى ان شاء الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.